جنات؟ نعم. أنا رايحة مع صديقاتي برا. وين رايحة؟ رايحة مشوار. إيه؟ طيب. نروح كل شيء. البيت كله متنظيف. إيه؟ غسل الحوش برا. الحين شمس حار. مو الحين. إيه؟ بعد المغرب كده. إحنا حنجي بالليل. طيب. حيجوا معي صديقاتي بالليل. طيب. جهزي لنا عشا رز، دجاج، وقهوة عربي. وشاهي تنظيف البيت حوش عشا روز دجاج بعدين قهوه وشاهي خلاص منها خلص كثير احنا لسه رايحين مشوار يعني حتى يعني 2 ساعه ايوه كثير احنا كثير 2 ساعه بنجي بالليل تجين ايوه طيب روحي خلاص ايه خلاص يلا باي انا معاكي جنات نعم نسيت شيء ايش حق السيارة غسل السيارة لا مكان السيارة غسلي نسيته لما تغسلي الحوش غسلي وانتبهي على جدران باب السيارة طيب خلاص يا رب خلاص ايوه كثير باي جنات تعالي جنات نعم امسكي قولي هذه هدية انا شكرا مدام شكرا كثير بس هذا مو هذا وش هذه مدام هدية يعني شوفي هذا هدية نو يونيفورم يعني ما عجبك هذا هدية هذا جوال كويس بس هذا يونيفورم كيف يعني هذا لا والله ذهب في هدية ثانية في أيوة طيب وريني تعال ودي هذه هنا وتعال أنا وش هذا هدية هو يونيفورم هذا ذهب هذا مره حلو بس ما حيعجبك
لا انت لا ده مو جديد كبير انا لا مو ماما قال هذا ملابس ملابس مو جديد خلاص بعدين حنروح انا وانت لا ما ابيها والله هذا مو جديد انا شفت هذا مكان ثاني كيف انا اشيل هذا الهدية ما ابيها خلاص ايه خلاص هذا خذي جيبي لوشن شوفي هذا جيبي لوشن ايه هذا فازلين 2 ريال هذا ها طبعا اكيد لا والله جنات نعم تعال هذه ما تبغيها؟ هذا يبغى كويس بس هذه لا خلاص انا كومزي صح؟ كبيها اي خلاص ليش انا اشيل هذا؟ اذا ما تبغيها كبي وين؟ برا؟ كومزي برا برا شارع يعني اي اي والله ليش لا؟ هذا مو هدية جديدة خلاص لما تبغي تروحي بجيب لك هدية جديدة الجوال الجوال والذهب بجيب لك جوال وطقم ذهب طيب ودي هذه والاغراض حقتي هذا خلي هنا خلي زين زين صلحتي القهوة شنو هذا ما يشوف بعد اطعنيني ليش ما تطعنيني احسن لك يويلي اقول اسوي قهوة ثانية زين هذه باخذها البيت نوال ليش مو هو بشغلك مو هو بشغلك ذبحتيني انت شريكتي انت ولا وشو